احنا انا اولا او تحطم او لا تحطم لا حلمك يعني لا في مكان ما. انا اتمنى ان انا القى الله شهيد، لان انا 40 سنه جهاد، وانا لم اندم في يوم من الايام على اي لحظه من اللحظات، ولو رجع بيا الزمان هرجع زي ما كنت. بس انا هزمت في معركه، هو عيب دخلت معركه وتهزمت فيها. بس ما هي المعركه التي هزمت فيها؟ احنا كان لنا تصور ان احنا بعد ما نخلص افغانستان هندخل على اليمن الجنوبي، كانت شيوعيه ساعتها على سالم البيض، وهنحتلها بالقوه ب 20,000 دول. وبعتنا لعلي عبد الله صالح عن طريق اسامه بن لادن ووافق وفتح معسكرات وادانا تمويل. علي عبد الله صالح وافق وادى فلوس وتمويل وادى رتب للناس، وعلي عبد الله صالح سمع الكلام ده والدنيا كلها عارفه. قدام رتب، انت بقالك كام سنه في افغانستان؟ 3 تاخد نقيب. انت كام سنه؟ 7 تاخد رائد. وادهم فلوس ده لحد لما حصل ان احنا سقطت عدن. علي عبد الله صالح انقلب على الناس دي، وده سبب قتال علي عبد الله صالح ضد القاعده. وهناك القتال يختلف عن مصر. ازاي؟ انت لو قتلت اخويا، انا كقبلي لازم اخد طاره. اخويا ده ايه بقى؟ شيوعي ملحد جاسوس، ماليش دعوه اخويا ده كان ايه. وده اللي حصل، اقتتال قبلي بسبب علي عبد الله صالح بدا يقتل في القاعده. فبدات القبائل اللي ابنائها تبع القاعده تثأر لمين؟ لابنائها، بصرف النظر ان هناك القتال القبلي كده. نعم. ولذلك انا سمعت تصريح لوزير الداخليه، اتمنى ان يكون خطا، ان بيقول انا هسلح شباب سينا. لا، ده انت كده هتعمل اقتتال قبلي، لان انت لو قتلت اخويا هاخد طاره في القبيله، هاخد طاره. اخويا ده ملحد شيوعي كافر نصراني. نعم. قاعده لابسه واقفه، انا لو اخويا اتقتل هاخد. فده اللي حصل. فاحنا مثلا دخلنا معركه وعادي خالص، انها انتصرنا على الاتحاد السوفيتي وسحقنا.